مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار صوت الساحة التونسية. تتقدم قناة صوت الساحة التونسي بمناسبة المولد النبوي الشريف بأحر التهاني للشعب التونسي وللأمة الإسلامية، راجية من الله أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة. نقلت قناة صوت الساحة التونسي أجواء الاستعداد للمولد النبوي الشريف، وذلك أثر جولة في المدينة العتيقة بسوسة، حيث تذمر جل المتدخلين من ارتفاع أسعار مادة زجوجو التي حددت ثمنها وزارة التجارة وسعرته ب 24 دينار للكيلوغرام الواحد. من جهتهم أعرب التجار عن سخطهم من شح هذه المادة في الأسواق، والسبب المحتكرون الذين يريدون البيع بأسعار مرتفعة. القشر هو السبب متاع زجوجو، هو القشر. القشر يباع فيه ب 27000 و 28000 و 29000، وجماعه الصحه مسعرين، ربي جماعه المراقبين مسعرين ب 24000. كيفاش نعمل انا؟ عبر عدد من المواطنين لميكرو صوت الساحل التونسي عن سخطهم من الارتفاع المشرط لأسعار زجوجو والفواكه الجافة، وبينوا عدم قدرتهم على مجابهة هذه المصاريف نظرا لتدني المقدرة الشرائية، وهذا ما دفع بالكثير لمقاطعة هذا المنتوج المحلي الذي يسيطر على شبكات تسويقه جملة من المضاربين والمحتكرين. وأصر البعض الآخر على ضرورة العودة لعادتنا القديمة المتمثلة في العصيدة البيضة أو عصيدة الفارينة بزيت الزيتون باعتبارها أقل تكلفة، فيما أكد البعض الآخر على أنها مناسبة سنوية لابد فيها من التضحية وإسعاد العائلة وخصوصا الأطفال بعصيدة الزجوج. غالي، ندرش تاخو الفاكهة تاخو الزجوج، قوليش مش تاخو أنت وصاحب العيلة براس أمك. أني عندي ستة والله العظيم كان نتكلم لما نبدأ نبكي توا. سامحني سامحني، لازم عليك أنت تشري زجوجو؟ مش لازم علي، أما صغير يقول لك صاحبي شري. شنو تعمل له أنت ترى؟ قولي شنو تعمل له أنت؟ كيلوغرام زجوجو ب 24 دينار دون الفاكهة، مش يتكلف لك برشا هكا ولا؟ أودي مش يتكلف، أنت والله بالسيف عليك صغارك تعمل لك، أنت ترضاه صغيرك يبات يبكي على صاحبة زجوجو؟ نمشي نطلب الجيران أنايا؟ مش معقول. الاخر يخزروا حتى الناس تاخذ سوق، ما نعرفش يعني كيفاش مش يتصرفوا، ما نعرفش يعني. صحيح زكوكو منتوج محلي، المفروض يكون الاسواق نتاعو في المتناول. يحو شويه تي هنا واكلوا السوس مسوس هو. إثر زيارة ميدانية قام بها ولي المنستير أكرم السبري يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري إلى بلديات معتمديتي قصيبة المديوني وصيادة لمطة بحجر، تم خلالها إقرار جملة من الحلول المستعجلة والمتمثلة في رصد اعتمادات بقيمة 40000 دينار لتهيئة عاجلة للمسلك الريفي بمنطقة رباح بين قصيبة المديوني وبحجر على طول 800 متر لتسهيل تنقل الفلاحة لجني الزيتين خلال هذا الموسم. أيضا تدخل عاجل لجهر وتغطية بلوعات شبكة المياه المستعملة على الطريق الجهوية الرابطة بين قصيبة المديوني ولمطة، وتحديدا على مستوى وادي المنصورة، والبلوعات على الطريق الرابطة بين طوزة وأقصى الرهلال. أشرف ولي سوسة عدل شليوي يوم الثلاثاء الماضي على افتتاح موسم جني وتحويل الزيتون بهرقلة، وتولت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تقديم عرض حول قطاع الزيتين بولاية سوسة، وبصفة أخص بمعتمديتي هرقلة وسيدي بوعلية. هذا ومن المتوقع أن تصل صابة زيت الزيتون خلال الموسم الحالي إلى 200000 طن زيتون، أي ما يعادل 40000 طن من الزيت، موزعة على 80000 هكتار و5 مليون شجرة، وتخصيص 96 معصرة للغرض.
أشرف مؤخرا والي المهدي عبد الفتاح شقشوق على جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون، وقد تم خلالها التطرق إلى عدد من الإشكاليات التي يواجهها أهل المهنة على غرار تدني أسعار البيع وتأمين خزن الإنتاج الجهوي وآليات تمويل الموسم والتصدير وتفعيل دور الديوان الوطني للزيت في مختلف مراحل منظومة زيت الزيتون. ويذكر أن تقديرات الصابة بولاية المهدية لهذا الموسم قد بلغت 252 ألف طن زيتون وأكثر من 50 ألف طن زيت، كما تنشط بالجهة حوالي 229 معصرة منها 10 معاصر للزيت البيولوجي، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لحسن تأمين هذا الموسم الاستثنائي وإنجاحه على كافة الأصعدة. أشرف والي المنستير أكرم السبري يوم الأربعاء الفارط على جلسة عمل لفائدة المجلس البلدي بصيادة، طالب خلالها أعضاء المجلس بمزيد توفير الأمن بالمنطقة من خلال تحويل مركز الأمن العمومي إلى مركز استمرار، فضلا عن دعم مركز الشرطة البلدية لضمان نجاعة تدخلهم في تنفيذ القرارات والتصدي للمخالفين. كما تمت المطالبة بدعم التشوير الأفقي والعمودي للطرقات الجهوية المرقمة وإعادة دراسة تموقع بعض المفترقات الدائرية أمام قصر البلدية والمدرسة الإعدادية وأمام السوق الأسبوعية، والتي اعتبروها المتسببة في حوادث الطرقات والمتسببة في إشكاليات مرورية وفي تجمع مياه الأمطار. تحتضن مدينة سوسة من 13 إلى 17 من نوفمبر الجاري النسخة الثانية من صالون السيارات بمعرض سوسة الدولي، وستشهد هذه الدورة مشاركة قرابة 70 عارض سيكونون موزعين على مساحة تقدر بحوالي 10,000 متر مربع. كما ستعرف هذه النسخة تنوعا في العارضين والسيارات المعروضة من مختلف دول العالم، إضافة لمشاركة المتدخلين في قطاع السيارات من شركات تأمين والإيجار المالي مع البنوك وشركات كراء السيارات. افتتحت تظاهرة أيام قرطاج السينمائية بالجهات يوم الأربعاء السادس من نوفمبر الجاري بدار الثقافة بالمهدية بعرض شريط شارع حيفا للمخرج العراقي مهند حيال. وأشرف على هذه التظاهرة والي المهدية عبد الفتاح شقشوق بحضور معتمد المهدية ورئيس بلدية المهدية والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية، فضلا عن الإطارات الجهوية والمحلية وعدد هام من الفنانين ورواد السينما. أعطى مؤخرا وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إشارة انطلاق أشغال المشروع المشترك التونسي الأمريكي لترميم القصر الأثري بالجم وتهذيبه بهبة أمريكية قدرت ب 1.5 مليون دينار، وذلك بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث الذي سيخصص مبلغ 1 مليون دينار، ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية التي ستخصص مبلغ 1.5 مليون دينار لفائدة المشروع. كما تتزامن هذه المناسبة مع إحياء الذكرى 40 على تسجيل القصر الأثري بالجم ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. في أخبار الرياضة، انعقدت يوم الأربعاء المنقضي جلسة عمل بمقر ولاية المنستير للإشراف على الاستعدادات بخصوص الأعداد للمرحلة الأولى من الدورة الدولية 17 لسباق الدراجات بين المطارات، والتي تنظمها الجمعية الرياضية لديوان الطيران المدني والمطارات من 12 إلى 16 من نوفمبر الجاري. ويشارك في فعاليات هذه الدورة 70 دراجاً من 9 دول شقيقة وصديقة على غرار تونس البلد المستضيف، الجزائر، ليبيا، المغرب ومصر، المملكة العربية السعودية، فرنسا، مالطا وكندا. قال سيد حبيب عباسي رئيس النادي الرياضي بهرقل أن الجمعية تعاني من صعوبات جمة أهمها المالية نظرا لتدني حجم الدعم، أضف إليها حالة الملعب البلدي وارتفاع تكلفة تكوين اللاعبين صنف أكابر، مما يجعل الجمعية عاجزة عن دعم الشباب في رياضة كرة القدم. الجوار توا مش لازم يلعب ويترين واحد، لازم تعطيه فلوس، مش تعطيه أقل حاجة، مش تعطيه مصروف واحد
مش تعطيه، لابد اقل حاجه مش تعطيه 150,000 اقل حاجه، هذه مصروفه من حقه هو الجوار، فهمتني؟ ما نكذبش عليك، وصلت حتى النتائج ما عادش هو اني قلت لهم تلعبوا على البريمات، كي تلعب على البريم كي يربح كي نعطيه بريم خير يساعدني، لا هما قالت لا تعمل لنا كذا كذا، وما خلطتش انا ما نكذبش عليك. وزيد البلديه وخرت في المنحه والوزاره وخرت في المنحه، فهمتني؟ الولايه عندنا ولا ما عطاتنا شيء، الجامعه كيف كيف سي ودي الجيري نزال عملنا، قلت عملنا صحيح عاوني سي ودي الجيري عملنا، والسيزون اللي تعدات هذه 2018-19 ما عطانا شيء. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا الأخبارية، دمتم في أمان الله.